طبعا من عنوان الفيديو مش محتاج اشرح كتير. التاتو او الوشم عامل مشكلة وقلبان رهيب في وسط الشباب. في ناس هتتجنن وتعمله وفي ناس عملته خلاص وشايف ان هو اصلا مفيهوش اي مشكلة. بس في كل الحالات انا بصراحة انا ماليش دعوة باي حد عمل او ما عملش، دي حاجة ترجع له. بس انا هقول لكم رأيي في الموضوع، رأيي الشخصي انا في الموضوع، مش بقول ان في حد صح او حد غلط، انا بقول رأيي الشخصي في الموضوع. دلوقتي هو انا لما باجي افكر اعمل اي حاجة عامة بفكر هو انا عايز اعملها ليه؟ هل هي مهمة قوي مش مهمة قوي؟ هل هي تستاهل ما تستاهلش؟ بس لما حد بيعوز حاجة قوي هيحاول يدور على اي سبب ان هو يخليها تتحط بشكل ينفع دماغه عشان يعملها، ولو حد شايف ان حاجة غلط هيحاول يحط اي حاجة يقدر عليها عشان يخلي الحاجة دي غلط. فانا دلوقتي لما اجي اعمل الوشم بفكر الاول انا عايز اعمله ليه. دلوقتي بالنسبة لي انا لما بشوف واحد مثلا راسم فيه رسومات فعلا بيبقى شكلها مش ممكن، يعني ببقى اللي هو بقول ايه الفن ده اللي معمول على جسم بني ادم، شكله رهيب. وانا بحب الحاجات اللي هي منظرها يبقى ايه، يعني انا عارف ان الكلمة دي ممكن تضايق الناس شوية مني مثلا او حاجة، بس انا بحب الحاجات اللي هي فيها شكلها الناس تبقى عربجية كده، يبقى شكل مجرم، بس الشكل مجرم بصياعة بنظافة يعني المهم. فانا بحب شكل الوشم ده. طب انا مش عامله ليه؟ دلوقتي انا ممكن الاقي اي عذر عشان اعمل الوشم ده، يعني انا ممكن سهل جدا اعرف اتلكك ان انا اعمله. ممكن اقول ان في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قالك ان ربنا بيلعن اللي هو اللي بيعمل الوشم او الحواجب او مش عارف ايه، فمعملوش، معملش الوشم او انساه او انفض له خالص. وفي نفس الوقت ممكن اقول ان الحديث ده مش صحيح، ده انا معرفش صحة الحديث ده اثبته ان الحديث ده غلط عشان اعمل وشم. ممكن تروح مثلا كاتب الله هنا بالكبير كده على اساس انت تبقى عامل حاجة ده اسم ربنا فيه ايه، يعني التاتو مش حرام. فممكن تعمل كده. في الاول وفي الاخر انا دلوقتي بفكر انا ليه، انا هل هو مهم قوي لدرجة ان انا خلاص هاخد الخطوة دي؟ بس انا مش مقتنع ان انا هعمله، لسبب انا الحاجة الوحيدة اللي منعاني من ان انا اعمل الوشم، لا قبل ما اخش في السبب الشخصي بتاعي ان انا مش عامله، في حاجات كتيره وطبعا انت هتلاقي الاسباب اللي تخليك يعني تنفض اللي انا هقوله دلوقتي ده. بس في اسباب ايه، ان يعني مثلا ممكن بيجيب امراض، ممكن في ناس ممكن يجي لها سرطان في الجلد، ممكن ينقل امراض ايدز وينقل فيروس سي بس طبعا هتقول لي ده الشركات دلوقتي بقت متطوره جدا وبتغير الابر اللي بيعمل فيها الدبابيس، والحبر بقى نوع غالي جدا يعني ضد اي حاجه. بس انت يعني لو شفت مثلا رونالدو، كريستيانو رونالدو مش عامل تاتو مثلا فبيعرف يتبرع بدمه مثلا، وميسي عامل تاتوهات وكده ما ينفعش يتبرع بدمه، اي حد بتاتوهات ما بينفعش يتبرع بدمه، ده اللي انا اعرفه يعني، يمكن انا غلطان او حاجه يبقى ممكن حد يصلح لي في الكومنتس مثلا. فاكيد طالما في الاحتماليه دي فخلاص يبقى اكيد الناس اللي هم الدكاتره على الاقل مش هيخلوا الشخص اللي بيعمل التاتو ده يتبرع بدمه، احتياطي يمكن يكون في اي يعني فرصه اصابه بمرض معين يتنقل للشخص اللي هتنقله الدم. اجي بقى للسبب الشخصي بتاعنا دلوقتي. انا بالنسبه لي انا عامه يعني انا مؤمن بديني جدا، يعني ايا كان بقى في حاجات اللي هو لا اكيد يا عم شغل مخك شويه كده، بس انا ايه يعني دي انا كده مقتنع بيه. فلما يقول لي مثلا صوم هصوم، بس انا عارف حتى لو مش عارف السبب الاساسي اللي هو دلوقتي مثلا العلمي اللي هو فعلا اثبته ان الصوم ده كويس، بس انا هصوم عشان اكيد في سبب نفسي اكيد او سبب او طلب مني في الدين ده، يبقى اكيد انا مقتنع بالدين ده فاكيد في سبب. قال ان الوشم حرام اكيد في سبب، فانا مش هعمله مبدئيا، وبعدين ابتدي افكر هو ليه انا مش هعمله او اسبابه ايه، بس مبدئيا مش هعمله. وفي نفس الوقت السبب الاساسي بالنسبه لي ان انا مش عايز، يعني ممكن اشرب اضرب اعمل اغلط في اي حاجه، بس مش عايز اموت اخش بيها القبر. انا مش دي صعبه بالنسبه لي، يعني مش عامل حاجه تفضل افضل ماشي بيها شايل، سواء بقى طلع غلط مش غلط افضل شايل ذنبي على كتفي او على صدري او على يعني افضل ماشي بيه طول حياتي لحد ما اخش القبر وانا شايله. انا ما اقدرش اخد الريسك ده. فيعني عامه انت بقى فكر هتعمله ولا ما تعملوش او كده. انا قلت لك السبب الشخصي بتاعي عشان في كذا حد قال لي طب والوشم، وفي اقول لك شفت الناس اللي هم الكفار اللي بيحطوا الوشم دول ايه نظام، دي حاجه طبعا ترجع لك انت وقرار يرجع لك في الاخر. فعامه يعني هو الفيديو قصير جدا والموضوع ما فيهوش كلام كتير قوي يعني، بس في الاول وفي الاخر قرار يرجع لك. وبس شكرا يا جماعه انكم اتفرجتوا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الحاجات اللي موجوده تحت دي عشان يجي لكم اخبار عن اي حاجه جديده بعملها في حياتي او عن الفيديوهات. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.